أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد يمثل إرادة الشعب وليس طرفا سياسيا. الفياض خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي التاسع للحشد أكد أن الشعب العراقي يمتلك قوة تضمن له مستقبله، ولافتا إلى أن النصر كان حليف الحشد في معاركه ضد عصابات داعش الإرهابية. أن عماد هذه الدولة وبقائها هو الحشد الشعبي، لكن طبعا العدو لا يرق له أن يسمي الأمور بأسمائها. الحشد يكلف الدولة ميزانية، الحشد يدخل الاقتصاد، الحشد انتهت مهمته، لا أبدا. الحشد هو سر طمأنينة أبناء الشعب، والله يعرفون حق المعرفة أن عماد هذه الدولة وبقائها هو الحشد الشعبي، لكن طبعا العدو لا يرق له أن يسمي الأمور بأسمائها. الحشد يكلف الدولة ميزانية، الحشد يدخل الاقتصاد، الحشد انتهت مهمته، لا أبدا. الحشد هو سر طمأنينة أبناء الشعب، سر قوة الحكومات للمنتخبة الوطنية. نعم، نحن لا نقبل بأن يتسيد علينا أيا كان قهرا وقسرا وقتلا ويبني دكتاتورية جديدة. الحشد من مهامه الأساسية الدفاع عن نظام الدستور الذي أراده العراقيون بمحض إرادتهم وباركته مرجعياتنا الدينية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا، لن نكون جنوداً لأحد بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى. يستذكر العراقيون فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في عامها التاسع، فتوى أوجدت كياناً استطاع قلب الموازين وتغيير معادلة القوى على الأرض. واجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق. بهذه الكلمة التي تلامس نياط القلب انطلقت فتوى الجهاد الكفائي من كربلاء الحسين نحو مختلف جبهات القتال ضد داعش الإرهابي. 9 سنوات كانت مليئة بالتضحيات والشهداء والنصر تحت راية العراق. نحن اليوم في الذكرى التاسعة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي وانطلاق الفتوى المقدسة، الفتوى الشرعية الوطنية التي كانت لكل العراقيين لا لفئة معينة، واستنادا لتوجيهات الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس ببناء مؤسسة عسكرية مهنية قانونية مستمدة من روح القانون العراقي ومبادئ الأصول في نظام الدولة العراقية، وبتوجيه من رئيس الهيئة مباشرة تعمد الهيئة على بناء نفسها بالطرق الأصولية والقانونية والدستورية. القوة التي كانت يمتلكها الحشد الشعبي في بداية تأسيسه يسعى الآن في وجوده التاسع إلى تطوير مؤسسته عسكريا وبشريا وحتى على مستوى الأصعدة التي تضمن استحقاق مقاتليه مستقبلا. الحشد الشعبي هو مؤسسة رسمية بأمر ديواني تأسس، فأصبح الإطار اللي يضم الفتوى الجهاد الكفائي أصبح الحشد الشعبي هو إطار لاستيعاب المجاهدين اللي انضموا إلى الفتوى المباركة اللي أطلقها السيد السيستاني، ولولا هذه الفتوى لكانت الأمور على غير ما هي الآن. أصالة العراقي أصالة نادرة، هؤلاء الحفاظ هم الذين تسلحوا لأول صرخة، تركوا عوائلهم وأطفالهم وأعمالهم وذهبوا بدون أجر. عن أذهان العراقيين لا تغيب هذه الذكرى، فمجسمات التضحيات والمجد التي قدمها الحشد اتسقت في واجهة البطولات التي كتبت على أسوار قوة العراق. واستطاعت فتوى المرجعية في وقتها أن تقلب المعادلة والأحداث التي قامت بها عصابات داعش الإرهابي من حالة الانكسار إلى حالة الانتصار، لتكون نبراسا للأجيال ومصدر فخر لكل ما قدم من تضحيات لهذا البلد. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.